ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف شاطئ العنق بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة حركة غير عادية نتيجة تواجد المصالح الأمنية والسلطات المحلية بعد العثور على جثة شاب في عقده الثالث بالصخور. وأوضح مصدر مطلع لماروك أخبار يومية أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 36 سنة فارق الحياة في ظروف غامضة عثر عليه مطناجر جثة هامدة بالصخور، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع. وأكدت ذات المصادر أن الشرطة العلمية من المنتظر أن تصل إلى عين المكان، وذلك قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.